السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. الطلاحة الجميلة دي كده تاكل منها طعم الزبيدي بالضبط، زبيدي بالضبط، بنسميها بنت النوخة، وفي السعودية يسمونها بنت الطير، لنا أخ حبيبنا مسمي حسابه اتش اتش، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيقول لي إحنا بنسميها بالسعودية بنت الطير، بنت الطير، وهي ما شاء الله لحم قيمتها الاقتصادية عالية والغذائية عالية، وهي سعرها غالي حلو. بتتغذى على السي بلانتس، النباتات البحرية والعوالق البحرية والطحالب البحرية والقشريات، لذلك هي فيها طعم مميز، طعمها مميز حلو. بس انا صورت لكم قبل كده اكتر من مره عن الاطلاحه، صح يا يوسف؟ صح صح ايه بتكلم، انا زعلان منك. طب تعالى قرب هنا. بس لفت انتباهي ان سبحان، تعالى يا يوسف، لفت انتباهي الاطلاحه اللي في النص، شايفين شكلها غريبه صح؟ غريبه شوي، سبحانك يا رب. غريبه صح، بعكس مين؟ أختهم دي عادية، عادية، طلاحة عادي، عادية، فهمها عادي أهو، إنما أخينا ده أهو، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، والفم شكله غريب، يعني غريب، سمكة غريبة شوي، غريبة شوي، أنا صراحة لو كنت شفتها بالمنظر دي كده وأنا لسه شايفها الحين، كنت والله سيبتها، عشان نكون إحنا والزمن إيه؟ عليها زي ما يقولوا. اهي الطلحة التانية عادي عادي، اهي بنت الطير بنت النوخة، انما دي لا. اهي حلوة يا بوبو، اديها بوسة. ها شوف شوف اهي بالراحة، شكرا شكرا شكرا. اقص لك شعرك؟ طيب يلا ونشوفكم على خير في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.